أكل لحم الغزال فيه فوائد كثيرة وعظيمة، من ذلك أن أكل لحم الغزال يتداوى به لمن أصابه الفالج النصفي، وكذلك أكله يقوي عصب البدن، أكل لحم الغزال يقوي عصب البدن، وكذلك ينفع من به مرض السكري، كذلك يقولون إنه ينفع المرأة الحامل، أكل لحم الغزال ينفع المرأة الحامل، وله فوائد كثيرة، من جملتها ما ذكر أهل الاختصاص أن أكل لحم الغزال ينفع شرايين القلب، ينفع شرايين القلب، وله فوائد كثيرة